تل عطا فلاح بن سلطان. ألف شكر. اتجهت إلى المرحلة الثانية من مراحل التحكيم. قدمت مدمرات، قدمت صاحبة السمعة، قدمت من حققت المركز الأول في النسخة الثانية في فئة الخمسين، متساوية بين دق وجل مع مترك بن نايف ابن تركي ابن حجنة الذي يحمل الرقم 6107. لا يوجد إيجارات في المنقية، مدمرات حاضرة متواجدة، دخول مهيب، دخول أنيق، دخول يليق بهذا الاسم، وحضور وتواجد لمترك بن نايف اللي يقول صبحك الله بالخير. تولى مترك يبي يشوف عرض البل وتضبط وتجهز، وهو متجهز عسى الله يعطيها الصحة والعافية ويمتعه بالصحة وطولة العمر. وجود مترك الحقيقة ابن نايف ابن تركي ابن حجنة يعطينا مؤشر قوي جدا انه تواجد الكبار وتواجد الأسماء الكبيرة الحاضرة في مهرجان الملك عبد العزيز. كل يريد النوماس، كل يريد أن يحقق لقبا من الألقاب الغالية، من الألقاب المهمة، من المشاركات من المشاركات في مهرجان الملك عبد العزيز. الله 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 الله، مشتاقة للميادين يا ناس، خلوها على فالها تسير. مشتاقة للعروض، مشتاقة للطرب. وقف لهم مترك عسى الله يوقفه، ويا حي الله ابو نايف يا هلا وغلب هالحضور وبهالتواجد. يتابعهن ويراقبهن، احس انه وده يندب لهن، واحس انه وده يدوه لهن، واحس انه وده شايع لهن فيها اليوم، ويعطيهم من صوته اللي تعودا عليه، وصوته اللي عرفنا، وصوته اللي ألفه ولألفنا من خلال مشاركتها. الآن اللحظة ولحظة التوسط، ترى أين السبيل إلى وصالك دلني، ترى أين الطريق لمدمرات الحاضرات والمتواجدات. أخوي حمد، اعتماد مترك بن نايف بن تركي بن حجنة على سلالة القريني واكتفاء بهذه السلالة هو سر أيضا من أسرار مدمرات يحتفظ فيها المالك. ولكن يبدو أن السلالة القرينية أصبحت سلالة تعتبر من أرقى ومن أنبل السلالات في عالم الشعر. صحيح، في عالم الشعر السلالة القرينية. شوف يا حمد الآن قبل، شوف هالنظرة، هالنظرة اللي الحقيقة يعجز الوصف عن وصفها، نظرة المالك للبل. نعم، صبح عليه بالخير الوالد والمالك الشيخ مترك بن نايف بن حجنة، ونتحمد الله أول شيء على سلامته وحضوره في هذا الميدان بين الملاك. حضور مترك بن حجنة في ميدان الملك عبد العزيز ومشاركته مع الملاك هذا الشوط القوي، المنقية هذه لها عدة إنجازات، لها عدة أوسمة سبق وحققت إنجازات ومراكز الأولى في ميدان أم رقيبة، وأيضا في الفردي حضرت في ميدان الملك عبد العزيز في الصياهد وحققت المركز الأول في النسخة الثانية. الله 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 الله، أين أنت يا سلطان؟ سلطان بن مترك يقود رس إخطام الرحول مع البل ويستعرض، وهذه أيضا صورة جميلة تضاف إلى 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 صورنا الجميلة التي استطعنا الحصول عليها من خلال هذا العرض. تواجد ملاك الشعل كل على رحوله حاضرين ومتواجدين. أبو نايف أيضا الحاضر اللي واقف أثناء هذا العرض، هذه الوقفة اللي الحقيقة هي وقفة الترقب، وقفة الانتظار. وجود هالمالك اللي حاضر في يوم من أيام الأناقة وهو بكامل أناقته حاضر مع عبله، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما منعته الأجواء ولا منعه شيء إلا أنه حضر مع البل ويستعرض بها في يوم حقيقة عقب انقطاع، في يوم طال انتظاره. حضور مترك بن نايف بن تركي بن حجنة وحضور مدمرات الحاضرات والمتواجدات في هذا الميدان في منافسات هي الأجمل، في منافسات هي الأحلى، في منافسات هي الأبهى في هذا الحضور وفي هذا التواجد. الحقيقة نشوف التساوي
بين البنات بين في التساوي بالأعمار دق وجل. كانت الفترة كافية الحقيقة للحضور بهذا الذود اللي يعتبر من أجمل الأذود. نعم متر كبن حجنها يمتلك نوادر من أندر وأجمل الشعل، هو غريب عليه الحضور القوي هذا وحماس اللي شاهدناه الواد مترك بن نايف وقوفه وقت عرض ابله وهو مستغرب عنه. بعد له قصة أيضا أظن تلقاها وسائل الإعلام وهو يقول وأنا في الغيبوبة يوم مرت عليه صورة الناقة.